السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة كده جديدة للسان العصفور، ان شاء الله تعجبكم. قبل ما ابدأ الفيديو متنسوش تعملولي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نتعرف على المكونات مع بعض وهنعملها ازاي. عشان نعمل لسان عصفور مختلف بطريقة لذيذة جدا وهيعجبكم ان شاء الله، كل اللي احنا محتاجينه معلقة كبيرة من الصلصة وتوم، 5 فصوص توم على حسب الكمية اللي انت تعمليها. انا بس مش هعمل النهاردة كتير، فدول 3 فصوص توم بس مبشورين ومعاهم مكعب من مرقة الدجاج. خلاص، دي بس المكونات بتاعتنا. طبعا الطريقة دي مختلفة وجديدة وهتعجبكم ان شاء الله جدا. يلا بينا نعملوها بقى مع بعض. كده حطيت الشعريه اللسان العصفور، هحمره بقى كده على النار. خلاص، هضيف عليه اي حاجه لغايه لما الاقي لونه ابتدى يتغير. شايفين لونها معايا اهو ابتدى يتغير. خلاص، هنزل بقى عليها بالثوم. الثوم يا جماعه ما تحطش معاها في الاول. هنزل بقى كده تقلبتين، اول ما ريحته تطلع هنزل برضو عليها بايه معلقه الصلصه. وانت بتعملي طبعا الخطوات دي بتبقي ايه بقى، خلاص طالما الشعريه لونها اتغير، لسان العصفور لونه اتغير، بتبتدي ان انت تقطعي. انت بتضيفي الثوم كده، طبعا انا مش متحكمه في الموبايل لان انا بعمل وبصور بايد واحده. طبعا كده الثوم ريحته طلعت، نزلت اهو الصلصه، نزلهم بقى ايه تقليبه كده كويس حلو قوي مع بعض. هنزل بقى عليهم بالشوربه اهو، هنزل بقى كده بالشوربه بتاعتي واحده واحده. بصوا انا هنا عامله شوربه فراخ، فباخد منها. انا طبعا ايه مش محدقاها قوي عشان عامله حسابي ان انا هحط لها ايه مرقه دجاج. تحطي طبعا كميه الشوربه اللي انت محتاجاها، تحطي قصادها مرقه الدجاج شويه فلفل اصفر. بص، حطيت اهو الشوربه كلها، هنزل بمكعب المرقه. بصوا في تكايه دي بقى اختياري، هرش عليها شويه كزبره كده صغيرين. مش عايزه تحطي كزبره ما تحطيش، بس هو بيخلي طعمها حلو. بس كده هسيبها بقى على النار لغايه ما تستوي، زي بقى ما تعملي سن عصفور. سوا بقى كده على النار لغايه ما لسان العصفور يستوي. ايه دي شوربه لسان العصفور بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. طبعا انتوا شفتوا معايا الطريقه سهله جدا بسيطه، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش مكونات كتير، وطريقه زي ما قلتلكوا جديده مختلفه، هتعجبكم ان شاء الله. خلصت الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لي اللايك والشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنوني في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.